السلام عليكم. اليوم نتكلم على طريق السيار اللي يربط ميناء جنجن ومدينة تيجل بولاية سطيف على مستوى بلدية العلمة، واللي كما نشوف فيه الطريق هذا فيه 110 كيلومتر وفيه ثلث أروقة في كل يعني رواق، وكذلك فيه يمر عبر ثلاث ولايات، وهي ولاية تيجر، ولاية ميلا، وولاية سطيف. وفيه 45 كيلومتر في تيجر، و 49 كيلومتر في ولاية ميلا، ثم 61 كيلومتر في ولاية سطيف. وفيه 13 إشانجير، وفيه نفق واحد بطول 1.8 كيلومتر، أي 1800 كيلومتر، وعدة جسور دي باساج سوبيريور دي باساج انفيريور عبر الوديان والمجاري المياه. وللعلم الدراسات هذه أقيمت من طرف مكتب دراسات مختلط جزائري كندي مع شركة سانسي لافالا. على حسب يعني الصور اللي عندنا، المشروع هذا يبان متقدم، يعني في اطوار متقدمه واشواط متقدمه. الان رانا يعني تقريبا حوالي 70% نتاع الاشغال، وكان من المفروض المشروع هذا يعني الاجال نتاع الاشغال لا تتعدى 36 شهر، يعني معدل 3 سنوات. وكذلك كان يعني القيمة الإجمالية تاع المشروع، يعني لو بيجي، هو 1.65 مليار أورو يعني. لكن الآن بعد ما عرف عدة تأخرات بسبب يعني كان أسباب داخلية وأسباب خارجية، منها يعني الحراك اللي صار في 2018، وكذلك بعد ما جاء جائحة كورونا وكذا، أدى إلى توقيف شركة حداد اللي كانت يعني حاكمة جزء من المشروع، يعني وكذلك عودة العمال اللي كان فيها عمال إيطاليين رجعوا إلى بلدهم بسبب الكورونا. إذن توقفت الأشغال لمدة حوالي 3 سنوات من بين 2019 إلى السنة هذه 2022، لوين بدأت الأشغال في بداية السنة 2022. وكذلك يعني تم تسليم الجزء اللي كان على عاتق شركة حداد، تم تسليمه إلى شركة تركية. والآن تعرف الأشغال يعني تقدم بالحوض على جميع على كل المسار نتاع المشروع، يعني الكولوار ولا لا غالري، لي غالري تاع التونيل ولا الجسور، اغلبها يعني انتهت الأشغال بها، ما بقات قضية وضع الطابي، يعني لي ريفيتمون بيتوم. إذن هذا هو وضع البساط نتاع الجدرون، هذا هو اللي يبقى يعني في أغلب الحالات. نخليكم مع نهاية الفيديو الرائع هذا، واللي تابع للشركة الجزائرية لتسيير الطرق السريعة، هذا لاجونس هذا. إذن نخليكم مع نهاية الفيديو، السلام عليكم.